ليش ليش ما ماشي لان مشاهدينا كما كتشوفوا في الصوره فريق حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار كيحضروا في انتخاب رئيس مجلس عمالة المحمدية. إذن كيما كتشوف بالصورة هز السلام عليكم. إذا كما كتشوفوا بها الصورة وي خويا عارف عارف لا عارف جوسي جوسي الحمد لله. إذا كما كتشوفوا بها الصورة فريق حزب التجمع الوطني للأحرار كانت عندنا الثقة بما القضاء غادي نصفنا ولكن شي ديكلاراسيون تنسالي وعاف في هادشي ديال الانتخابات غدا ان شاء الله غنديروا كونفرنس بني خلف صافي شكرا سير تصبح حيد ديال الخيط ما تدخلش الاعضاء صافي هذا السيد رئيس مجلس البلدي لعمالة الاعضاء قدم الى قصر عمالة المحمدية لانتخاب رئيس مجلس الله يرحم بلا ما يدخل ما يصوتش بلا ما يدخل سمعت مسح بس بخير الحمد بارك الله فيك صاحب شكرا شد شد ديالها نتكلم هذا ديزيكو تحيد معايا اذا مشاهدين كيف ما شفتوا بالصوره حضور اجي نروح شويه هنا اذا كما شفتوا بالصوره حضور تقريبا المنتخبين ديال عموم الجماعات ديال عماله المحمديه اخر الحضور كما كتشوفوا بقوه ديال الحزب التجمع الوطني للاحرار الان كيحضر معنا الرئيس السابق لمجلس العماله سي محمد العتواني اذا السيد الرئيس السابق لمجلس عماله المحمديه واحد الكلمه مفتوحه قبل التصويت نتاعكم اولا اشكركم بعدا على هذا اللقاء كلكم محمد العطواني رئيس مجلس عمالة سابقا لولايتين انا سعيد جدا كون اليوم تمر عمليه ديال التصويت ديال مجلس العمالة في جو هادي وهو تكمله لمسلسل الانتخابي التي عرفتها بلادنا وأتمنى للمجلس المقبل أن يواصل جميع الأوراش المفتوحة الآن وأذكر منها على الخصوص لاكورنيش اللي هو مشروع كبير وكاين الإنجاز ديالو راه دابا سائر الشطر الأول وإن شاء الله غادي يكون جاهز قريب واللي مجلس العمالة يشرف على ذلك كذلك القنطرة التي تؤدي إلى عند كيم شارع فلسطين كذلك الترصيف ديال زنقة سوس الترصيف ديال شارع تادلة واحد العدد ديال المشاريع بنيوية اللي كتعرفها
عمالات المحمديه واللي كان كيشرف عليها هذا المجلس اللي انتهت الولايه ديالو. اتمنى لهذا المجلس القادم ان يواصل هذه الاشغال التي تمت انطلاقتها. كذلك اريد ان انتهز هذه الفرصه لاوجه الشكر والامتنان لجميع ساكنه تراب عمالات المحمديه بوضعهم الثقه في حزب التجمع الوطني الاحرار، في جميع المناضلين المناضلات وجميع المرشحين. وكذلك اهنئ جميع الرؤساء الذين ينتمون الى حزب التجمع الوطني الاحرار والرؤساء الاخرين الذين فازوا في هذه الانتخابات في تراب عمالات المحمديه. كما كذلك انوه بالسيد رئيس الحزب السي عزيز خنوش على هذا التحصيل او هذا النتيجة الباهرة التي حققها حزبنا. وكذلك بالمناسبة انوه بالسيد المنسق الجهوي السي محمد بوسعيد الذي ابان على مهنية وحرفية وتأطير وتكوين فيما يخص التشكيلات ديال المجالس مقاطعات ومجلس العمادة ومجلس الجهة وجميع المؤسسات الدستورية التي أشرف عليها خلال السنوات السابقة والتي توجت بهذه النتائج التي نحن فرحين سعداء بها. كذلك أتمنى لمجلس المحمدية ومجلس سيدي موسى مجدوب، مجلس ديال الشلالات ومجلس سيدي موسى بن علي، أن يقوموا بإعداد واحد البرنامج التنموي يتماشى مع مخرجات النموذج الجديد للتنمية. وهذا هو الأمنية وهذا هو الأمل والطموح ديال الساكنة باش يكون واحد الإقلاع اقتصادي. نحن الآن نشعر ونسعد بتجردنا من الإيديولوجيات ومن الخزعبلات والديماغوجيات، وعلى سبيل الله وعلى الله فلنتوكل في الإقلاع الاقتصادي والتنمية التي يشرف عليها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. من خلف الآن اليوم المحكمة الإدارية أعلنت وقطعا بلي دائرة 19 كترجع لرضوان الشرقي وزهيرة العرباوي اللي هما أصغر سنا، ولذا النتيجة التي طبخت بالأمس بالليل فهي تعتبر ملغاة يعني هذا بحكم القانون. فنحن سائرين على هذا الدرب، سائرين في نضالنا وفي كذلك مواصلتنا للعمل التطوعي الذي نحن من أجله نواصل كذلك مسيرتنا بحزب التجمع الوطني الأحرار الذي أبان على الجدية وعلى المعقول وعلى الديمقراطية. فالمغرب هو الذي انتصر. شكرا لك. الحمد لله داز بخير وعلى خير. حنا جينا اليوم باش نصوتوا على مجلس العماله. كيف ما كتعرفوا الدور ديال مجلس العماله باقي واحد الكلمه اضافه ليك السي الحاج غادي اضافه وحده، لانه المنسق ديالنا الاقليمي اللي هو هشام اتمنى ابان على واحد شنقول لكم ديناميكيه وجه جديد، واحد القيمه مضافه بالنسبه لعماله المحمديه وكذلك بالنسبه للجهه ديال الدار البيضاء سطات وبالنسبه كاع
الصعيد الوطني، كما هو أنه معروف عليه بأنه ناجح في أعماله الخاصة يعني كرجل أعمال، كذلك في المجال الرياضي، واليوم أبان كذلك على كفاءة ثالثة وهي في المجال السياسي. وهنيئا له وهنيئا لجميع المناضلات والمناضلين على ما أنجزوا من انتصارات في الميدان، وعلى ما أحاطوا ثقة من جميع الساكنة. ومرة أخرى أشكر جميع السكان ديال تراب عمالات المحمدية، وشكرا لكم كذلك أنتم. شكرا، تفضلي. السلام عليكم. غازي إيمان، احنا اليوم جينا صوتنا على مجلس العمالة. كيف ما تتعرفوا الرئاسة ديال مجلس العمالة مهمة بالنسبة للجماعات ديال المحمدية، وكل شيء كيعرفها هي مكمل للجماعات كاملين. وبطبيعة الحال احنا جينا صوتوا في الديمقراطية، والحمد لله وشكرا لكم كاملين حيت ساندتونا. شكرا. إذا بقاو معنا مشاهدينا، كانت معنا أمينة غازي، وأيضا سمعنا الكلمة ديال السي الحاج العطواني. إذا خليكم معنا باش تشوفوا كيف كتمر الأجواء ديال انتخاب رئيس مجلس عمالة المحمدية. بخصوص دخلكم معنا مشاهدينا ديال المدينه، كيف كنشوفوا الاجواء كتمر ديما الجو. هو نورمالمون هو شوف، هو التصويت سري دونك ما داروش علني دونك داينه بوجهك، ولكن راه تقدر تصوت على الميزان. الميزان يقدر يكون مزيان، ولكن الميزان اليوم ما مقريقلش. الشروط ديال الريقلاج، لو كان عرفتي شنو هو الثقل ديال الميزان في القران كون ما داروش دوك الناس فيه. الله يعاون. اذا كانت هذه هي الكلمه ديال السي هشام ايت الله. زيدوا واخا يلا حكي لنا على الاجواء ديال الانتخاب. بالفعل كيف شفتوا راه الاجواء ان شاء الله كتبشر بالخير. الحمد لله هذا حدث، هذا نجاح لمدينتنا، نجاح لبلادنا، نجاح لكاع الاولاد المحمديه وبنات المحمديه ولاد زناته ولاد شلال اقليم المحمديه ككل. دونك هذا اليوم واحد الاستحقاق اللي غيعطينا وغيفرز لنا عناصر اللي غيسيروا لاقليم المحمديه. وكنتمنى من الله يا ربي ان شاء الله عرفنا الحد، وان شاء الله راكم عارفين البقيه لانكم كلكم متبعين. وشكرا لكم كلكم ولاد المدينه اللي ما كتخليو حتى حاجه كدوز، يعني كتوقفونا هاد الصغيره والكبيره. شكرا لكم مره اخرى، وكنتمنى ان شاء الله يكون بخير. ولا عزاء للحاقدين. اذا خليكم معنا مشاهدينا. إذا مشاهدينا نكتفيو، بقاو معنا مشاهدينا، مازال غناخدو تصريحات من المنتخبين اللي جاو باش يصوتوا، فخليك معنا. نقدرش نقول ما عنديش دليل، غير كنقول لك ودي كانت شي اخطاء اللي بينه وبين الناس اللي كانوا. واش اخطاء معتمده او علنيه؟ انا شوف انا هذاك الشيء كل واحد اش كيقول، انا ما نقدرش نقول اللي ما عنديش، الا ما عنديش غير هي الاخطاء ديال البارح بانت لينا وعلنا بها قبل، وقلنا له اجي نتفاداو هذه الاخطاء ونصلحوا. راه اي واحد عنده الحق يوخر الجلسه يومين، باقي نبقاو باقيين في داخل الاجل القانوني، ما مشاوش معنا. الحمد لله انه كنا واثقين ان الحكم غادي يكون صالحنا، لانه المحكمه باقا كتنصف في هذه البلاد، والحمد لله حنا دينا حقنا في المحكمه. اذا القانون صح الحمد لله، الحكم وشوف باسم صادر الحكم باسم جلاله الملك. سي سام بالنسبه للاعضاء اللي حكموا المحكمه، واش هذا حق يصوتوا باش تعمل ولا حق؟ هو ما عندهمش حق يصوتوا مادام الحكم مازال ما تبلغش،
وما عرفناش واش هذا الحكم قابل للطعن ولا لا. المهم حنا شوف المهم اننا عرفنا بان كان عندنا الحق. اليوم راه ما صوتوش، جاو قلنا لهم دير ما كنتش صوتو، ولكن احترموا المصدر. شكرا شكرا لك سي هشام. إذن بقوا معنا مشاهدينا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشرة من أمام عمالة المحمدية. عباسي دقيقه اجي وجدي وجدي اجي نشوف هنايا الان في بيت مباشر. كيفاش شمت الاجواء ديال الحمد لله اجواء نقيه، الامور غاده مزيانه، الناس دايرين تسناو النوبه ديالهم. هنا شغل حاجه وحده بعدا اللي ما شفناهاش في الانتخابات وهو التليفونات. بعدا منع واحد يدخل بالتليفون، كل واحد يحيدوا له التليفون ديالو تيديروا ليه فواحد لونفلوب تخرج عاد يرجعوه لك. هذا الشيء اللي ما كانش في الانتخابات الجماعيه، وهذا الشيء اللي خصو يكون نورمالمون. شنو الدور ديال مجلس العماله بالنسبه للتنميه في عماله المحمديه والجماعه ديالها؟ الى داركم هو انا تنتاسف، وهو كاين غير جوج ديال اقتراحات حزب الاستقلال ولا الترجمه الوطني الاحرار، كنا باغيين يكونوا لائحات اخرى باش يكون التنافس. مجلس العماله دابا اليوم راه عنده واحد القيمه ديالو اللي ما كانتش شحال هذه، راه هو لوردوناتور ديال العماله. دونك حتى هو تيشارك في التنميه ديال الاقليم المحمديه، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله للرئيس اللي غادي يجي. كلمه الرئيس القادم سي العطوان. نو كومنت. شكرا شكرا. إذا مشاهدينا خليكم معنا مازالين في هذا اللايف مع تصريحات المنتخبين. إذا مشاهدينا خليكم معنا مازال معكم في هذا اللايف. انتخاب رئيس جديد لمجلس عمالة المحمدية. إذا جوج مرشحين اللي كاينين، مرشح عن حزب التجمع الوطني الأحرار ومرشح عن حزب الاستقلال. إذا مشاهدينا اكتفيو بهذا القدر، ولا كان شي جديد غنرجع معكم ان شاء الله بلايف جديد. شكرا على المتابعه ونتلاقاو بعد قليل.